لنقل أنني ذهبت إلى محل الفواكه اليوم وكان لديهم تخفيض على الجوافة، كل شيء عليه تخفيض بنسبة 30% off. هذا للجوافة on guavas، وفقط لليوم only today. بالتالي قلت لنفسي سوف أذهب لشراء كمية من الجوافة. إذا ذهبت واشتريت 6 جوافات، إذا اشتريت 6 guavas، وانتهى الموضوع بأن ذهبت إلى دفع الحساب. ونحن نفترض أنه لا يوجد ضريبة، فهذه بقالة وأنا أعيش في بلد لا يفرض ضرائب على محلات البقالة، وبالتالي قاموا باحتساب ثمن الجوافات 6 وحصلت على خصم 30%، وكان ثمنها 12.6 دولار، 12.60 دولار. بالتالي هذا هو ثمن الجوافة التي اشتريتها بعد خصم 30%. عدت إلى البيت وسألتني أمي إن كان بإمكاني أن أشتري جوافتين إضافيتين غدا. قلت نعم بالتأكيد، ثم في اليوم التالي ذهبت واشتريت جوافتين إضافيتين، إذا جوافتين 2 guavas، ولكن الآن لا يوجد خصم، لم يعد هناك 30%، لقد كان ذلك فقط لليوم الأول الذي اشتريت فيه 6. إذا كم ستكلفني هاتان الجوافتان؟ كم ستكلف هاتان الجوافتان بالسعر الكلي؟ بالسعر الكلي at full price. إذا أفضل مكان لنبدأ منه هو أن نفكر كم من الممكن أن تكلفنا الجوافات 6 بسعرها الكلي. هذا هنا السعر بعد الخصم، هذا هو السعر بعد الخصم sale price. كم سوف تكلفني هذه 6 بالسعر الكلي؟ إذا دعونا نقوم بعمل بعض من المعادلات الجبرية هنا. سوف أختار لون مناسب للجبر. حسنا، هذا اللون الرمادي. إذا لنقل أن X تساوي تكلفة 6 جوافات بالسعر الكلي، cost of 6 guavas at full price. full price. بالتالي إذا خصمنا 30% من هذا، فسوف نحصل على 12.6 دولار. إذا لنقم بذلك، فإذا كان لدينا السعر الكامل للجوافات 6 سوف نأخذ منه 30%، وهو نفس الشيء كما 0.30، أو يمكننا فقط أن أكتب 0.3. يمكنني تجاهل هذا الصفر، في الحقيقة دعوني أكتبها كذلك، البعض يفضل دائما أن تكتب 0 قبل الفاصلة العشرية. إذا هذا هو السعر الكلي للجوافات 6 ناقص 0.30 ضرب السعر الكلي للجوافات. أنا فقط أخذ 30% من السعر الكلي وأطرح النتيجة من السعر الكلي. هكذا يمكننا أن نجد سعر البيع، وهذا يساوي 12.60% هناك. هذا سوف يساوي 12.60 دولار. لقد أخذت فقط 30% من السعر الكلي، والآن سنقوم ببعض الجبر. يمكننا تخيل أنه يوجد 1 هنا أمام الإكس، وهو نفس 1X. بالتالي 1X ناقص 0.30% X يساوي 0.70% X. إذا نحصل على 0.7X، أو يمكن القول 70% إذا أردت نفس الرقم. 7 بالعشرة X يساوي 12.60%. وعندما تتعود على حل هذه المسائل يمكنك أن تقفز مباشرة إلى هذه الخطوة هنا، حيث تقول أن 70% من السعر الكلي يساوي سعر البيع. صحيح، لقد خصمت 30%، وهذا فقط 70% من السعر الكلي.
يمكنك القفز مباشرة إلى هذه الخطوة عندما تتعود على هذه المسائل قليلا. الآن علينا أن نجد حل X، نقسم الطرفين على 7 بالعشرة ونحصل على X تساوي 12.60% على 7 بالعشرة فاصلة 7 بالعشرة. يمكننا استخدام الآلة الحاسبة، ولكنه من الجيد التدرب على قسمة الأرقام العشرية، فلنقم بذلك. إذا لدينا فاصلة 7 بالعشرة تتكرر في 12.60%. لنضرب كلا الرقمين بعشرة، وهو ما نفعله لنحرك الفاصلة العشرية خطوة واحدة إلى اليمين. بالتالي فاصلة 7 تصبح 7، تجاهل ذلك هناك، و 12.60% تصبح 126، نضع الفاصلة العشرية هناك، الفاصلة العشرية هناك. والآن نحن جاهزون لعمل قسمة طويلة مباشرة، إذا هذه الآن 7 وليست 7 بالعشرة، بالتالي 7 تتكرر مرة واحدة في 12، وواحد ضرب 7 يساوي 7، و 12 ناقص 7 يساوي 5، ننزل 6 إلى هنا، و 7 تتكرر 8 مرات في 56، و 8 ضرب 7 يساوي 56، ولا يوجد لدينا باقي، بالتالي النتيجة 18، ولا يوجد شيء بعد الفاصل العشرية، بالتالي النتيجة 18، وفي حالتنا 18 دولار. إذا X تساوي 18 دولار. هل تذكر ما هي X؟ لقد كانت عبارة عن السعر الكلي للجوافات الستة. إذا X كانت السعر الكلي للجوافات الستة، X كانت السعر الكلي للجوافات الستة. الآن السؤال هو كم تكلفني جوافتان بالسعر الكلي؟ حسنا، هذا هو السعر الكلي للستة، full price of 6. إذا يمكنك حالا إيجاد السعر الكلي للجوافة الواحدة بأن تقسم 18 على 6، إذا 18 على 6 تساوي 3 دولار، هذه 3 دولار للجوافة بالسعر الكلي، 3 dollars per جوافة at full price. وهم يسألوننا عن جوافتين، بالتالي جوافتين تساوي 2 ضرب 3 دولار، وهذه تساوي 6 دولار، 6 دولار. وطريقة أخرى لحلها، يمكنك فقط أن تقول أن تكلفة 6 على السعر الكلي تساوي 18 دولار، و2 تساوي ثلث 6، بالتالي ثلث 18 دولار يساوي 6 دولار. دعونا نعمل مراجعة سريعة لما فعلناه. لقد قلنا أن سعر البيع للجوافات الستة 12.60% دولار، وهذا بعد خصم 30% من السعر الكلي، أو يمكنك القول أن هذا عبارة عن 70% من السعر الكلي. إذا 70% من السعر الكلي 70% of the full price، بالتالي يمكنك القول 30%، أو إذا قلت أن X هي السعر الكلي لهذه الجوافات الستة، يمكنك القول أن السعر الكلي للجوافات الستة ناقص 30% من السعر الكلي للجوافات الستة يساوي 12.60، وهذا مكافئ للقول أن 70% من السعر الكلي يساوي 12.60%. ثم قسمت، لقد أوجدنا حل ذلك جبريا، قسمنا الطرفين على فاصلة 7 بالعشرة، ثم حصلنا على X السعر الكلي للجوافات الستة يساوي 18 دولار، وهذا يعني 3 دولار للواحدة أو 6 دولار الجوافتين. أتمنى أن ذلك كان مفيدا لكم.